بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ كريم. ان شاء الله حضراتكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. كل تعليقاتكم على الفيسبوك واصله لي طبعا، ربنا يبارك فيكم ويحفظ كل لك الله تعليق. اهم حاجه زي ما اتفقنا، اللحظه اللي احنا بنعيشها مع بعض او الدقيقه او الاستفاده اللي احنا ممكن نستفيدها من بعض، يا رب دايما اقدر افيدكم ولو يوم في الاسبوع او ساعه، انا ما بتفرقش معايا ابدا غير ان انا زي ما اتفقنا، ولو على الفيسبوك ان انا اقدر لو مكالمه تليفون واقدر افيدكم. ايه دي الافاده؟ انا بالنسبه لي هو ده اهم حاجه او اهم نقطه انا بقدر اعملها، حتى انك تاخدي مني الوصفه واكم من شيفات رائعين ولا اميز نفسي تقدري تعمليها وتكون مظبوطه، لكن ممكن زي ما اتفقنا ان انا اقعد بالساعات ولكن الصنف تيجي تطبقيه ما يطلعش مظبوط. فده كان بيبقى توفيق من ربنا اولا، ثم حضراتكم بتدعموني وحافز ليا تعلقوا بيا زي تعلقوا بيكوا بالظبط، ولكن الحمد لله على كل خير، والحمد لله أنا دايما ببقى سعيد طول ما أنا معاكم. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة فكرت لكم برضو فكرة بسيطة كده، هما فكرتين ربنا يكرم بس وإن شاء الله هنخلصهم بإذن الله. دلوقتي إحنا الفترة دي طبعا أجازات زي ما اتفقنا، فقلت أهم حاجة إن إحنا ممكن نعمل قرص. القرص دي هنقدر إن إحنا ناخدها الصبح. القرص دي ممكن تتحشي جبنة زيتون، ممكن تتحشي عجوة، ممكن تتحشي ملبن، سكر وقرفة، أكم من حشوات ممكن نحشيها. طريقتها سهلة جدا ومقاديرها أسهل، وحاجة من الحاجات الروائع فعلا، حاجة من الحاجات الروائع. يعني حتى ما جهزت لكم امبارح وأحد الأشخاص ده واحدة فقال لي رائع 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 رائع، طعمها غير عادي ومرقة وجميلة. هنشوف مقاديرها ايه بقى كده. كلنا فايد مننا بلح اكيد في رمضان، فايد مننا بلح عجوة، ازاي هنقدر نعمل بيه بسكوت او حاجة برضو ناخدها في الفطار؟ شيف محمود والدايت زي ما اتفقنا واتكلمت عن الدايت، ولو في وقت هكلمكم عليه، ولو حبيتوا ان انا اعمل لكم بعد كده صنف دايت او كده انا تحت امركم. مقاديرنا ايه في اول صنف؟ مقادير بتاعتنا ايه استاذ عبد اللطيف؟ هننزل المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ ركزوا معايا عشان لما هتمشوا باللي انا بقوله لكم بس وما نخسرش خطوه، هنبص نلاقي نفسنا ما شاء الله بنعمل الحاجه مميزه. انا عايزكم تطلعوا الحاجه مش بتنفذوها بس، مميزه اهم حاجه تكون. والخطوه اللي اقول لكم عليها ما نرجعش نعد اللي احنا فيها من نفسنا، ارجعوا لي سواء على التليفون سواء على الفيسبوك. ما قدرنا ايه؟ عباره عن ان لو عندي 100 جرام، لا ده بسكوت البلح، انا عايز الاول القرص اللي احنا هنفطر بيها عشان نمشي بالتسلسل. عباره عن 100 جرام زبده، 100 جرام لبن، 100 جرام زبده، 100 جرام لبن، اتفقنا؟ معلقه خميره، 100 جرام زبده، 100 ملي لبن، لبن رايب، لبن عادي، ميه تبع امكانياتكم. معلقه كبيره خميره، ربع معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر، ودي حسب الحاجه يكون في حدود 400 جرام. خلصت القصه. عجنت العجينه، عجنت ما اقعدش عجن فيها كتير زي عجنت الفينو كده، عجنت العجينه والعجينه لمت نفسها وتمام تمام، بس تبقى بترتاح 10 دقائق وليست تخمر. ترتاح 10 دقايق وليس تخمر، اتفقنا؟ بعد كده ببتدي ان انا بعد ما ترتاح 10 دقايق ابتدي اشكلها بالاصناف اللي انا عايزها، ان كان زيتون، جبنه موزاريلا، جبنه بيضة، زي ما اتفقنا عجوه، بلح، سكر وقرفه، ملبن، اكم من اصناف حضراتكم بتحبوها جدا. هنيجي العجينه بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه، ونمشي كل حاجه مع بعضها ونشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذ محمد اهلا بسعادتك. استاذ محمد اهلا بحضرتك. ايوه معاك يا حبيب قلبي، انا بحبك جدا شيف والله. الله كل لما بتيجي على طول الله يكرمك ويبارك لي في عمرك حبيبي، تسلم لي. معاك يا حبيبي. انا نفسي اعرف ازاي بنعمل على مهلك. على مهلك خالص. ألو معاك يا حبيبي، أنا سامعك. بنعمل ازاي ثانية معلش. هتيجي معاك قولي بس. ها واحدة واحدة، مش عايزة تيجي. ها طب على مهلك فكر برضو وكلمني تاني. هنحط كل المقادير مع بعضها ما عدا الملح والدقيق، يبقوا كده. أنا عايز الملح ما يبقاش مع الخميرة. ما انا حطيت الزبده انا ما بديهاش زيت وما بديهاش سمنه، حطيت الزبده على اللبن قد بعض الاثنين، 100 ملي و100 ملي هياخد مني في حدود 400 جرام دقيق، لو دقيق قوي افضل.
وحطيت الخميره والسكر وخلصت القصه بتاعتنا. دقيق قوي قلنا ان في نوعين دقيق بس، دقيق جميع استخدامات ودقيق قوي. دقيق جميع استخدامات نسبه البروتين فيه بتبقى في حدود 9%، نسبه دقيق القوي نسبه البروتين فيه من 11.5 ل 12%، بيبقى دقيق عرق شديد. اتفقنا؟ خلصت القصه. هنبدا نعجن كده ونشوف الدنيا فيها ايه. هنا انا بضرب بالكفه عشان اللي عايز يفهم العجان ايه. هنا انا بضرب بالكفه. العجن عموما بتبقى بالهوك، العجن اللي هو للعيش. هنا انا بضرب بالكف الزبده مع اللبن مع الخميره مع السكر، وابتدي الم العجينه بتاعتي بالدقيقه. تاخد مني في حدود 400، لكن انا بقول دقيق حسب الحاجه. وخلصت القصه بتاعتنا. وبعدين يا شفنا ما نعجنش في الحاجات دي كتير. العيش هو اللي يتعجن من 9 دقايق ل 7 دقايق، الحدود دي ما يقلش عن كده، يعني من 6 دقايق 7 دقايق لازم عشان ابتدي اشغل الجلوتين فيه. وهنشوف الدنيا فيه. هنا الزبده مع الخميره مع اللبن، وطبعا دي الفطاير دي حلوه جدا مش هتاخد في ايدينا اي حاجه. هنبدا ننزل بالدقيق واحده واحده، هتاخد مني في حدود قلنا 400. هننزل واحده واحده كده ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا يا سيدي كده. بيكون عندي الصاج دهنه زيت او على سيليكون. الصاج انا دهنه زيت او على سيليكون، ونشوف الدنيا فيها ايه. يبقى احنا حطينا السائل مع اللي هو اللبن او الميه او اللبن الرايب، مش عايز افرض على حضراتكم حاجه، مع الخميره. حطيت الملح عادي، مش عايز الملح ياخر لي عمليه التخمير. هنبتدي ننزل بديه. بص انا بنزل بديه واحده واحده لغايه ما العجينه تلم معايا تماما. بس اعتقد ان كده كفايه، العجينه هتلم معايا دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين يا شيفنا وبعدين. ما سيبش العجينه تخمر، ما سيبش العجينه تخمر. ممكن نعمل كده طبعا عشان انا مش هلحق اسوي، ونشوف الدنيا فيها واحده واحده على مهلنا. ادي قرص ساده، في طبعا بيتضايقوا من السمسم، ده مخرجنا طبعا جابهم لنا دلوقتي اهو، ونشوف الدنيا فيها. هنبدا يعني مثلا حاجه زي كده، ده اللي هو بالعجوه اهو. اي حاجه بقى احنا عايزينها، فين بالملبن، ده بالعجوه برضو. هنستكشف بقى، هنقطع كله، وده برضو بالعجوه. وعايزكم تبصوا على التوريقه، شايفين العجينه عامله ازاي. وبعدين يا شيف وبعدين ادي العجينه عندي اهيت، ونشوف الدنيا فيها ايه. واحده واحده مع بعضنا كده. لازم العجينه نسيبها ترتاح شويه. وبعدين يا ست ام باسم، وبعدين يا ست ام باسم، اهلا بحضرتك. ست ام باسم اهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل على عيونك. طبعا حاجه جميله اللي انت بتعملها، وهتخلص وهقوم اعملها على طول. تسلم ايديكي وعينيكي، ده طبعا لان حضرتك شاطره. تسلم ايدك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لمدام الهام الف سلامه عليها. الله يسلمك ويبارك في عمرك يا رب. لان هي تعبانه شويه وبرن عليها ما بتردش. اه ربنا يبارك في عمرك يا رب، تسلمي. ويا ريت انت كمان تطمنا عليها. الله يكرمك. عندك اي سؤال ست الكل؟ لا ما هو طبعا لا، ما انا على طول نقلت اول حاجه، وقفت التلفزيون ونقلت المقادير. لا تحت امرك، تسلمي. ربنا يبارك لنا في عمرك، تسلمي لي. تحت امرك ست ام باسم. ادي القرص اهيت، حاجه مرقه، ومن الحاجات ان شاء الله اللي ناخدها على الفطار الصبح مع ناخدها مع الشاي او اللي احنا عايزينه. ده بصوا هنا كده، دي بالسكر والقرفه، بتاخد سمسم. هوريكم كل ده دلوقتي. وبعدين يا شيف محمود، الحاجات الجميله اللي ان شاء الله تعجبكم جدا. شايفين السكر والقرفه عاملين ازاي جوه؟ واحده واحده طلعوه بالملي زي ما انا كده عامله لحضراتكم. هنبدا نحط كده. انا سايب فرصه طبعا للعجينه انها ترتاح شويه معايا، وهنشوف الدنيا فيها ايه مع بعض ان شاء الله.
وبعدين يا استاذ محمد. يا استاذ محمد اهلا بحضرتك سيد الكل. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا، انا بحبك جدا، نفسي اكلم حضرتك بس نسيت اقول لك كنت عايز اسال عليه. قول لي يا حبيبي معاك. كنت عايز اسال على الرز بلبن. الرز بلبن من حقك انك تتلخبط كده وتنسى. يا سلام، سؤال صعب. عيني، حاضر. ايه تاني؟ هو الرز بلبن ويا ريت المهلبيه. عيني، وايه المهلبيه كمان؟ انت جايب لي اصعب الاصناف يا اخي، معقوله كده؟ لا مش معلش ولا حاجه ولا يهمك. عيني، ايه تاني؟ هشرحهم لك. حاضر حبيبي. عيني اللي تؤمر بيه. وادي كده شايفين انا قصدت طبعا ان انا اجيب الصينيه معايا. انتوا عارفين ان انا بحب اسوي على الهواء قدامكم، ولكن وعارف ان انتوا عارفين ان ده شغلي، ولكن انا قصدت اجيب الصواني كده بالظبط اللي انا مسوي فيها، حتى مطرح الحاجه اهوت، حتى ما بتكسلش رغم ان الحاجه هتكون لازم غصب عني لازم تكون جاهزه ومستويه، الا ان لازم اجيب الصواني. معلش مخرجنا الرائع لو جاب ارضيه الصينيه، ارضيه الصينيه السوداء ديت اللي انا مسوي فيها بتاعت الفران، عشان انا بحب مصداقيتي جدا في الشغل الغير عادي. ايوه شايفين، اتفقنا. ده كده اللي هو الايه، الحاجه بتاعتنا خلاص، عشان تبقوا مقتنعين الحاجه اللي بقولها لكم هي اللي ان شاء الله باذن الله تعملوها. قطعت لكم كده، ادي الحشوه هي، وادي كده، ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. طبعا لما ناخد الكلام ده معانا مثلا لو احنا في رحله او على البحر، او بدي لاولادي الصبح حتى ايام الدراسه لما اعمله لاولادي، وربنا يطمنا ورب على طلبة الثانوية العامة بإذن الله. مش عارف النتيجة النهاردة الأوائل إن شاء الله، ربنا يجعلكم كلكم من الأوائل. طبعا صعب إن كلكم تبقوا من الأوائل، لكن إن شاء الله ربنا يفرح الأهالي بأولادها يا رب. بنيجي على العجينة بتاعتنا هيت زي ما احنا شايفين، وهنبتدي نقصتها. ما عودش إيه بقى يا جماعة، ما عودش إن أنا أمسك العجينة كده، عايز أوريكم الشغل اللي هو الـ 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 مش البروفيشنال، لاني انا ما بحبش اشكر في نفسي، لكن عايز اوري لكم الشغل اللي هو يكون تمام. ما اقعدش امسك العجينه كده واعمل كده، لا ده مش صح. ما عنديش البلاستيكه دي يا شيف محمود، لكن عندي سكينه في البيت. نشوف السكينه، مش لازم اشتغل رغم البلاستيكه دي مش غاليه. هنبدا نقسط العجينه كده بالشكل ده كده مثلا، ونسويها نحاول نخليهم كلهم قد بعض، تكون الواحده كده في حدود 25 جرام مثلا، 25 50 اللي انا عايزه، عايز اضعفها اضعف كده. قسمنا العجينه بتاعتنا اهوت بالشكل ده، وكفايه دولت كده، ونشوف الدنيا فيها ايه. عشان بعد ما اشكلها لازم اسيبها ايه، تخمر. لازم اسيبها ايه، تخمر. عندي اسيبها تخمر، ممكن احطها زي ما اتفقنا في دولاب او في فرن واشغل عليه حله ميه مغليه. اتفقنا احطه في دولاب حله ميه مغليه، او ان انا احطها في الفرن مطفي او دولاب، واسيبها في حدود ساعة اللي هي خمرت معايا. هتخش الفرن درجة حرارة 180، بتقعد معايا تلت ساعة. ببتدي ان انا بعد ما قصتها كده بالشكل دوت، ابتدي اعمل كده بالشكل ده كده، واحدة واحدة وعلى مهلنا طبعا من غير كلافز بيبقى افضل. ونبدأ نشوف هنعمل ايه. قصدت العجينة كده كلها، بصوا على الرخام وعملتها كده. هنبدأ نيجي مثلا، ادي حشوة العجوة مثلا، العجوة بنقوم فاتحين كده زي الكوبيبة الشامي، اتفقنا. وادي كده حتة العجوة مثلا اهي اهي، وضغطة بسيطة كده اهي، مش عايزها تكون كبيرة قوي اهي. فين الصينية بتاعتنا اللي انا هشكل عليها؟ واهي ضغطة بسيطة هنا كده، وخلصت القصة. هجيب سكر وقرفة مثلا اهو، نفس القصة. ببتدي ان انا افتحها كده واحط كده، ادي السكر والقرفة وكده، هنا سنة مية، ركزوا معايا عشان السمسم ما ينطرش، وادي السمسم اهو واضحة. ونيجي هنا نقوم كابسين كده اهو، نعمل كمان واحدة. هنقوم جايبين الملبن مثلا، ادي الملبن، ادي الملبن اهو، ونقوم قافلين كده اهو، ملبن سادة طبعا، ونقوم عاملين كده. شيف محمود طب ما احنا مش ندهنها بيض؟ لا انا مش هي المية، وممكن ادي السمسم مية. وادي كده، وتعالالي هنا كده واهو، اتفقنا؟ ايه الاخبار؟ نعمل كمان واحدة بالعجوة
اهو كده يا مدام سهام، ونقوم عاملين كده. عليكم السلام، ازاي سعادتك مدام سهام؟ كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بخير يا ست الكل، تسلم لنا. تسلم عينيك. بقول لك ايه شيف محمود، هو انت حطيت سكر قد ايه في المقدار ده؟ سكر قد ايه؟ معلقه كبيره مثلا. معلقه او 50 جرام مش هتفرق معاك، 50 جرام 25 جرام مش هتفرق معاك، السكر مش هيفرق، السكر هيطعمها. هو خشن مش كده؟ خشن او ناعم برضو مش هتفرق مع سعادتك. طيب ماشي ماشي خلاص. بيقول لي طريق عمل الكحك يا ربي يخليك. الكحك طب اكتبي حالا عينيا. ايه تاني؟ معاك اهو ماشي فورا هقولها لسعادتك. حاضر. طب الاعاده امتى؟ الاعاده طب هعرف اقول لسعادتك. حاضر عينيا. تسلم عينيك يا شيف. اللي سعادتك تأمري بيه عينيا ليكي. حاضر. وبعدين بالنسبه للكحك بيكون عندي 265 جرام سمنه جامده، سمنه جامده بديها 25 جرام سكر بودره، هنضرب الكلام ده يبقى كريمه، هنزل عليه بنص كيلو دقيق، عليه ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، هما 2.5 جرام بيكنج باودر. وبعدين الكلام ده هسيب الدقيق في حدود 3 دقايق ابصه مع الكحك في الكف او بايدي. هنزل عليه بالظبط ب 100 مللي لبن او ميه، الميه افضل، اللبن هيلونه بسرعه وهيبقى عمره مش طويل. عليهم في حدود على النص كيلو دي هندي 5 جرام خميره، يعني نص معلقه صغيره. هتتكون لي عجينه. العجينه سيبها ترتاح 10 دقايق مش تخمر، ترتاح 10 دقايق مش تخمر. بعد ما ترتاح 10 دقايق ابتدي اشكلها وتخش الفرن على طول درجه حراره 180 وخلصت القصه بتاعتنا. تمام؟ تمام. وبعدين يبقى احنا عملنا ايه؟ نقول تاني واحده واحده عشان ما نبقاش مسرعين. 100 مللي لبن عليهم 100 مللي زبده، عليهم معلقه خميره، عليهم معلقه كبيره سكر، ضربت الكلام دوت، نزلت عليهم هياخد مني في حدود 400 جرام دقيق واحده واحده ما العجينه تتماسك معايا، طلعت العجينه ارتاحت 10 دقايق، ابتديت ان انا اشكلها، ابو سمسم وريتكم بتشكل ازاي، الساده وريتكم بتشكل ازاي، الحشوات زي ما انا عايز. من زيتون ليه ليه ليه، الكلام ده هياخد معاكم شغل ساعة. ساعة بالملي هيكون طالع معاكم الكلام دوت، ودي تقريبا بتبقى وجبة حلوة جدا لحضراتكم. وبعدين هنعمل بسكوت البلح سريعا ونشوف الدنيا فيها ايه. ما قدرنا ايه بسكوت البلح يا أستاذ عبد اللطيف؟ وبعدين المقادير بتاعتنا ادي كده، ده بسكوت الايه، ده بسكوت بلح، ده شيف محمود ده كلام، ده مين اللي قال كده؟ انا بقول لكم كده ماشي. البسكوت طبعا بعد ما بيستوي بيطلع بالشكل ده، هوريكم الدنيا اتعملت ازاي، ويبدا يتقطع بقى بعد كده. شايفين بقى جماله هنا كده؟ شايفين الدنيا عامله ايه؟ خلاص بلح واخد جوز واخد قرفه، وهنبدا نشوف الدنيا فيها ايه. اهو كده شايفين زي ما انا عايز، زي ما التقطيع انا عايز. اهو المقادير بتاعتنا عباره عن، هديها لكم بالكوبايه ديت، عباره عن كوبايه بلح قطعتها فرمتها بالسكينه سبتها سليمه، لو عندي عجان هي تفرم روحها. تلت كوبايه دقيق، اتنين بيض، ربع معلقه صغيره طبعا فانيليا، معلقتين كبار زبده، معلقه كبيره سكر بودره، رشه الملح، ولو عندي جوز لوز بندق سوداني مش عايز خالص بلاش. وخلصت القصه بتاعتنا. وبعدين يا شباب، وبعدين 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 كده احنا شفنا كده القطعات دي. طبعا انا بالنسبه لي انا بتبقى احسن حاجه. ادي البسكوت بتاعنا اهوت، تمام تمام تمام، بس كده. طبعا القطاعات دي مش هتروح في حته، اولادنا غاويين. انا واحد من الناس كنت احب الحاجات اللي هي بتبقى قطاعات صغيره ديت، وكنت احب اكلها. وبعدين هنجيب دول كده ونبدا نرص الكلام دوت، ونبدا نشوف عملناه ازاي. يبقى احنا قلنا على ما قدرنا، بص البسكوت اهي، اظن مفيش بعد كده. ها طبعا عملناه ازاي يا شيف؟ نلحق نعمله حالا ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. هنستغل البلح طبعا اللي هو موجود عندنا، نقدر نجيب بلح وناكله لاولادنا، من الحاجات الرائعه او الحاجات الجميله قوي. وبعدين يا استاذه منى اهلا بحضرتك. وعليكم الشيف محمود. عليكم السلام استاذتنا الغاليه، ازاي حضرتك؟ انا متابع حضرتك من ايام اكله من بلدي، وتابعت حضرتك على قناه العاصمه. ده شرف ليا. الله يخليك. بس احنا عايزين اكلات خفيفه يا شيف لو سمحت لفصل الصيف كده. حاضر. والله لو اكرمت حضرتك يا ريت بطاطس الفريسكا. الفريسكا؟ الفريسكا.
البطاطس الفريسكس. ايوه يا فندم. عينيا. حاضر، دي امريكيه. حاضر عينيا، انا عملتها قبل كده هتلاقيها على اليوتيوب، ومع ذلك هشرحها لسعادتك. حاضر. ايه تاني اللي سعادتك تأمري بيها عينيا؟ حاضر. شفنا كده يا جماعه، ادي البسكوت اهوت، ومخرجنا الرائع هيجيبه لنا، رشيت عليه رشه سكر بودره، يطلع كده لضيوفي حاجه مش مكلفه. لما نشوفها دلوقتي ونشوف طريقتها، حاجه من الحاجات اللي مش مكلفه ابدا ولا حاجه، مش هتاخد في ايدينا بالظبط نص ساعه. لو ضيف اتصل بيا وقال لي انا جاي يا استاذه او يا استاذتنا الغاليه، انا جاي دلوقتي اشرب معاكم الشاي، على راسي مش هنزل المحل سين او صاد او عين، انا هقوم بسرعه استغل اي حاجه في البيت واقدر اعملها. عرفنا المقادير بتاعتنا وهننزل المقادير بتاعتنا ونلحق نعملها بسرعه ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. ادي كده عندي المقادير اهي، ادي البلح، ادي معلقتين السكر، طبعا انا هعمل نص المقادير، وادي الزبده، وادي الدقيق، وادي القرفه والجوز والكلام اللي حضراتكم عارفينه دوت. وبعدين بنعمل ايه؟ اول حاجه بحط البيض مع السكر مع الفانيليا عشان يعمل لي ايه؟ يعلى ويديني. ادي السكر والفانيليا ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. اول ما يعلى معايا، هنضرب الكلام ده كده، هيعلى معايا شويه، يعني انا مش محتاج فوليوم عندي، او محتاج ان انا ارفع البسكوت. وبعدين ضربنا البيض والسكر بالشكل ده ست ام اسلام والفانيليا ونشوف الدنيا فيها ايه. الزبده سايحه، اهلا وسهلا جامده، اهلا وسهلا ست ام اسلام، اهلا بحضرتك. صباح الخير شيف محمود. صباح الفل على عيونك، ازاي يا حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت، عامل ايه؟ منور يا شيف محمود. الله يخليكي، سعادتك بخير، انا بخير طبعا الحمد لله. والله بتوحشنا يا شيف محمود. الله يخليكي، يبارك لي في عمرك يا رب. تحت امرك، تحت امرك، ربنا يبارك لك يا رب ويحسن ما بين ايدك يا شيف محمود. الله يخليك يا رب، تسلمي. ربنا تسلمي، ربنا يخليك ودايما منور كده القناه. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا ست ام اسلام. الله يخليك يا شيف محمود، شكرا. تسلمي وربنا ما يحرمنا منك يا رب، تحت امرك في اي حاجه. وادي القرفه. يبقى انا ضربت، هقول تاني واحده واحده، هقول تاني انا عملت ايه كده. خلصت اهي، بصوا قد ايه. لو انا ناقص لي السوى، والسوى انا سويته لكم اهوت، لكن ال- 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 الشغل خد في ايدينا قد ايه، والوصفه خدت في ايدينا قد ايه، ما خدتش وقت. حطيت البيض على السكر والفانيليا، ضربتهم شويه، دهب السكر معايا مع الفانيليا، وبعدين قمت نازل بالزبده، قمت نازل بالدقيق، اخر حاجه هي البلح مع الجوز والقرفه، طلع لنا الخليط اللي حضراتكم شايفينه دوت. شفت قد ايه بقى الشغل سهل؟ انا عارف ان حضراتكم الشغل بالنسبه لكم سهل، عارف ان حضراتكم شطار جدا جدا جدا، هتقدروا تنفذوا اي وصفه. هنقوم ده جايبين سيليكون او صينيه مدهونه اي ماده دهنيه، جايبين الكلام ده كده بالشكل ده كده اهو، شايفين القصه عامله ايه؟ ها الكلام لو صعب قولوا لي صعب يا شيف محمود كده. لو عندي كيس بقى، لو عندي كيس، ما عنديش انا كيس يا شيفنا. لو عندي كيس، عندي ستريتش اهو، نقوم عاملين كده عشوائي زي مستطيل او مربع اهو بالشكل ده. هنبص كده بصه بالشكل ده، ممكن ابل السكين، عملتها مستطيل او مربع، ممكن ابل السكينه شويه ميه وابتدي اساوي المستطيل ده عندي كده بالشكل ده اهو، بس كده. يخش الفرن لمده تلت ساعه درجه حراره 180، ممكن ما ياخدش معايا تلت ساعه، ممكن ياخد معايا ربع ساعه مش اكتر، على الفرن اللي عندي في البيت. هيستوي الكلام ده، اسيبه يبرد تماما تماما تماما، وبعد ما يبرد اقطعه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه دوت، واقوم مديله سكر بودره، وخلصت القصه بتاعتنا. ها شفت الشغل عامل ايه النهارده؟ كان عندي اسئله كده يا قاضي، كان في سؤال ما جاوبتوش، تقدر حضرتك تقول لي عليه لاني مش فاكره. السؤال كان ايه؟ انا مش فاكره. المهلبيه حبيب قلبي، انت بتجيب في حدود كيلو لبن بيغلي على النار، يغلي الاول، بعد ما بيغلي بتدي له في حدود الكيلو لبن، يديله في حدود 150 جرام سكر، طبعا بتحب السكر. بعد كده بيكون عندي في حدود معلقتين كبار لثلاث معالق كبار نشا، بدوبهم بميه ساقعه، وبنزل على المهلبيه على اللبن والسكر، بيقفش معايا ما بخلوش تقيل قوي. بعد كده بديله فانيليا وصب في كوبايات قد جوز الهند وزبيب، ممكن ادخله الفرن ياخد وش جراتاه،
ممكن اعمل اللي انا عايزه، ممكن اخليها نص مهلبيه بيضة ونص مهلبيه بالشوكولاته، ممكن اعمل اللي انا عايزه فيها. ده بالنسبه للمهلبيه. الرز بلبن بيجيبه حدود 100 جرام رز، 150 كوبايه واحده صغيره، بنقعها شويه واسلقها لما تتهمك وتفشر معايا. بعد كده بخليها شربت ميتها في بينقعوه في اللبن ويبتدوا يسووه في اللبن، لكن انا بالاول بسلقه في الميه تماما لما يشرب ميته. بعد كده ابتدي اديله لبن واديله برضه في حدود 200 جرام سكر، ودني وراه ما اربطوش بالنشا، وياخد فانيليا، ياخد ميه ورد، ياخد ميه زهر، لما يمسك معايا وابتدي اصبه ويخش التلاجة عندي، او تحط عليه مكسرات او تديله وش جراتاه في الفرن وخلصت القصه بتاعتي. هنعيد تاني بسرعه احنا عملنا ايه واحده واحده. الفرق دلوقتي يا جماعه ان انا ما فتحتش الفرن بتاعي ودخلت سويت الحاجه، انا ما سويتش الحاجه، لكن هو ده الفرق بس اللي هو ممكن نقول نص ساعه كمان للحلقه. لكن احنا عرفنا عملنا صنفين مهمين جدا كانوا ممكن ياخدوا في ايدي ساعه ونص، وواحده واحده ولا كنت انا باخد النص ساعه بيتي والنص ساعه معاكم هنا، ان انا كنت هفرد البلح ده وادخله يستوي واطلعه وابتدي اقطعه لكم، ونفس القصه هنا كنت ابقى مخمر لكم العجينه وادخلها تستوي برضو قدامكم. بس طيب لما عرفت نتيجه الثانويه العامه طيب طبعا مخرجنا الرائع قال لي دلوقتي ان احنا عندنا استرابه مكتوب عليها معرفه نتيجه الثانويه العامه، اتصل على 2020 او 0900 عفوا 26 اللي عتب على النظر بقى ما قلت ليش لا اجيب النظاره 2620 او 0900 620. ربنا طيب، ربنا طبعا يفرح قلبكم يا رب باولادكم، مجهود غير عادي بتعملوه مع اولادكم في الدراسه، ربنا يا رب يكرمهم ويكرمكم جميعا. صدقوني عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا. طيب زي ما اتفقنا طبعا لما عرفت الثانويه العامه هنتصل على 2620 او على 0900 620، ده على الارض. هي نتيجه امتى يا استاذ عبد اللطيف، النهارده ولا بكره؟ ها النهارده الاوائل، ربنا يجعلكم طبعا كلكم من الاوائل، بكره العادي، النهارده الاوائل وبكره العادي. ربنا يا رب يجعلكم يا رب دايما من الاوائل، تخشوا الكليات اللي حضراتكم عايزينها، يفرح قلب كل والد ووالدة طبعا ليهم أولاد في الثانوية عامة، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. وصدقوني أنا بقول للطلبة الثانوية العامة، أنا كأب ومريت بالثانوية العامة مرتين، يا جماعة ربنا بيبقى كاتب حاجة، الحاجة ديت أنت هتنجح فيها حتى لو مجموعك ما جابش كليات القمة، ويا رب ده ما يحصل أبدا، اعرف أن أنت هتبقى ناجح، هتبقى ناجح في الشيء اللي أنت فيه. سريعا اخواتي مهندسين، ليا ثلاث اخوات مهندسين وانا اتخرجت من الجامعه برضو، لكن دخلت في مجال والدي ونجحت فيه. والدتي كان نفسها ان انا اشتغل بالهندسه، لكن انا نجحت في مجال انا بحبه فنجحت فيه، تقريبا نجحت فيه على الاقل معاكم، نجحت فيه في الفندق عندي لما بسافر في اي حته، معروف كرجل بسيط بيحب الناس وبعشق شغلي ومبتكر في شغلي. فاوعوا ابدا تخافوا، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمكم. هنفرح مع بعض بكرة إن شاء الله بالنتيجة، ويا رب أكون دايما عند حسن ظنكم. وللمرة الأخيرة والله والله أنا ببقى سعيد بيكم إلى ما لا تتخيلوا في اليوم اللي أنا بلتقي بيه معكم. إن شاء الله ألقاكم غدا على خير، والسلام عليكم.